أيضا وصلاح ذات بينكم، فإن صلاح ذات البين كما يقول النبي صلى الله عليه وآله صلاح، وفي رواية إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الليلة ليلة جمعة، نسأل الله أن يكرمنا بثوابها، ويحتمل أنها إحدى ليلتي قدر. عندنا الإمامية أكثر الآراء على أنها 21 أو 23، عند غير الإمامية الأكثر على أنها ليلة 27. طيب، هذه الليلة عادة الناس يتسابقون إلى تحصيل مقدمات إجابة الدعاء في ليلة القدر، فتجد أنه يصلي الصلاة المخصوصة بهذه الليلة، يقرأ دعاء الجوشن الكبير التوحيدي، أيضا يزور الزيارات المعروفة، ويقوم بالأعمال المعتادة، دعاء رفع المصاحف المشهور. طيب، كل هذا لإحياء ليلة القدر. طبعا هذه كلها ما فيها ولا شيء واجب، صحيح ولا لا؟ لا يوجد أي شيء من هذه واجب، كلها مستحبات. الإمام عليه السلام يقول بما معناه: لو أن إنسانا هذه الليلة انشغل بإصلاح ذات البين، هذا أفضل من صلاة مستحبة ذات 7 مرات قل هو الله أحد، وأفضل من دعاء، وأفضل من كذا، بل أفضل من عامة الصلاة والصيام المستحب. إذا واحد ينشغل بإصلاح ذات البين، إخوان فيما بينهم أكو نزاع، أكو إحنة، أكو بغضاء، أكو تحاقد في بعض الأسر، وهذا غريب مما سمعته، 6 أشهر لا يرى الواحد منهم الآخر، وأما الأبناء أبناء الإخوة فحدث ولا حرج. طيب، هذا هل هو وضع طبيعي فيما بين الأسرة؟ لو أن إنسانا صرف في هذه الليلة ليلة القدر وقته في إصلاح هذه العائلة، ما قال أنا أجي وأقعد على الدعاء، إن شاء الله يجمع بين قدر الإمكان، لكن لو فرضنا أنه ماكو إلا هالليلة للإصلاح، هذا عند الله ليس بأقل ثوابا من جلسته على الدعاء والصلاة وما شابه ذلك. بينه وبين أهله، زوجته، أبناءه أكو مشكلة، خلي حلها في مثل هذه الليلة تحديدا، فإنها من القربات. أيها الأحباب، لا تنظروا إلى إصلاح ذات البين على أنه أقل من صلاة مستحبة ولا أقل من دعاء مستحب، بل هو إذا لم يزد عليهما لم يكن بأقل من ذلك، فإن النبي يقول أفضل من عامة الصلاة والصيام.